عمر ما كان المكسب بالفنيات بس، بالروح اللي انتم شايفينها، بدعم مجلس اداره، بدعم النشاط الرياضي، المكسب عباره عن مثلث. المثلث ده لو اكتمل بتكسب بالشكل الجميل ده. طبعا بنرحب بضيوفنا منورينا في الاستوديو، مرحب بالجندي المعلوم وليس مجهول الحقيقه، كابتن محمود جمعه، المدرب العام للفريق واحد ابرز افراد الجهاز. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا وسهلا كابتن هيثم، ربنا يخليك. نورنا والف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، ودايما كده فرحانين معاك بعد كل بطوله وانت وشك حلو علينا على طول. ربنا يخليك يا كابتن، ده انتوا الابطال ودايما مفرحنا، ربنا يكرمك. ربنا يخليك كابتن. بنرحب بالنجم الصغير، خلاص بقى مش صغير بقى، ما شاء الله بقى كبير في نجوميته وحبه للنادي الاهلي وحب جماهير النادي الاهلي، معانا عبد الرحمن الحسيني اللي انا بحب اتفرج عليه واقول لكم بحب اتفرج عليه في اللعبه ايه بالظبط. اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا. بنورك والله. الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، ما شاء الله من كل لقاء التاني تتطور. الحمد لله. يعني حتى السنه فاتت لما نورتنا وشرفتنا ادائك السنه دي احسن واحسن. الحمد لله. ولسه عندك الكتير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن محمود اجي لك، يمكن الموسم ابتدى كان صعب عليكم وكان موسم فيه تحدي، مش عايز اقول ان هو كان في عدم توفيق السنه اللي فاتت، واحنا عارفين الظروف اللي كانت ايه، ولكن انتوا دايما ما بتدوروش على اعذار. ما توفقناش يبقى احنا السبب، دايما انتوا كجهاز بتقولوا كده، حتى ما بتقولوش مبررات، برغم المباراه كانت واضحه للكل. الموسم كان صعب عليكم، شغالين الموسم ده بمنتاليتي، الفكر ايه يا كابتن؟ والله طبعا هو السنه اللي فاتت موسم عدى وراح، احنا كجهاز ومع اللعيبه دايما عندنا حته اللي هو خلاص احنا بطوله او صفحه واتقفلت، بنفكر دايما في اللي جاي، ما بنبصش ورانا. احنا متعودين الحمد لله من واحنا لعيبه من اجيال اللي قبلنا دايما النادي الاهلي نادي بطولات. الموسم اللي فات عدى كان في خساره، ما كانش في توفيق الحمد لله، اتعلمنا منه ان احنا نرجع ونقف نبقى اقوى من الاول. السنه دي بدانا الموسم، اول بطوله لعبناها كانت بطوله السوبر، ربنا كرمنا فيها الحمد لله. بس قبل السوبر كمان يا كابتن معلش لعبنا اربع مباريات مع الزمالك، اربع ماتشات واربع مباريات ما كانتش على بطوله، ومع ذلك بالظبط انتوا كنتوا بتنزلوا كان المباريات دي مباريات مكسب. يعني هو الموضوع بالنسبه لنا ماتشات الاهلي والزمالك دي ماتشات بتبقى يعني ديربي، من واحنا بنلعب ماتش الزمالك ده بيبقى حاجه لوحده كده، بطوله لوحدها دايما بيننا وبينهم. السنه دي لعبنا الزمالك اربع ماتشات، كانوا معانا في الدور الاول في الدوري في المجموعه، لعبناهم ماتشين، ماتش على ارضنا وماتش على ارضهم. ماتش على ارضهم كسبنا 3-0، اللي على ارضنا كسبنا 3-1. بعدين في الترتيب من الواحد من الاول للثامن اللي هو الترتيب بس يعني من واحد لثمانيه، الحمد لله كسبنا. وبعدين رجعنا تاني لعبناهم في ماتش سوبر الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا. وكانت ماتش الخامس كان ظروفه صعبه، يعني لا قدر الله لو كنا خسرنا الاربع ماتشات اللي فاتوا ما لهمش لازمه زي السنه اللي فاتت، يعني ضغط عليكم كجهاز وضغط على اللعيبه ان انت ممكن في ماتش يضيع كل حاجه. بالظبط زي السنه اللي فاتت، احنا السنه اللي فاتت برده كان ماشيين بنفس الطريقه، كسبنا الزمالك كان لعبناهم تقريبا ثلاث ماتشات وكسبنا الثلاث ماتشات، وجينا في البلاي اوف في الدوري خسر، يعني اول ماتش كنا كسبانين 2-0 بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل خسرنا 3-2. بعدين الماتش اللي بعده كسبنا 3-0، والماتش الثاني خسرنا 3-2. وفي الكاس نفس الموضوع، خسرنا اول ماتش كسبنا ثاني ماتش خسرنا الثالث. هي الفكره ما تبقاش انت يعني اللي فات ده كله اللي احنا لعبناه الفتره اللي فاتت دي كلها كان ترتيب، لكن المهم زي ما حضرتك بتقول كان ماتش البطوله. بالظبط كده، ماتش بطوله يعني هو ده اللي كان علينا ضغط كتير جدا طبعا. جدا احنا خسرانين السنه اللي فاتت، كان لازم نصالح مجلس الاداره ونصالح الجمهور بتاعنا. النادي الاهلي نادي بطل، احنا يعني سبحان احنا مش واخدين على الخساره صحيح. حتى لما بنلعب ماتش ونبقى كسبانين الماتش ممكن نكسب ماتش 3-0 بس احنا كجهاز واللعيبه خلاص الموضوع ده بقى جوه اللعيبه، اللعيبه بتبقى خارجه حتى لو الاداء مش المطلوب منهم، اللعيبه بتخرج مش فرح، تحسهم مش فرحانين. هو ده اللي احنا اتربينا عليه، ان انا بكسب ولازم اكسب بشكل كويس، لازم اكسب بسكور كويس، مش مجرد مكسب. بالنسبه لنا الفوز ما بيبقاش مجرد مكسب بس، لا مكسب ونتيجه واداء. انتوا بتدوروا على كده طبعا، المكسب والاداء طبعا، مش بس ان انا اكسب طبعا. طب كابتن كلمني يعني على الروتيشن برضو، انتوا بتشاركوا كل اللعيبه، الله اكبر كجهاز فني كل اللعيبه بتشارك، كله ليه دور، ما فيش حد حاسس انه ماليش دور، حتى اللعيبه اللي متصاعده معاكم ليهم دور برضو. والله السنه دي يعني احنا كجهاز طبعا كابتن ميدو المدير الفني بنقعد نتكلم على طول معاه، انا وتامر وميدو واحمد سعيد، بنقعد نتكلم على طول في دور كل لعيب ازاي نستفاد، يعني ناخد اكبر قدر او نستفاد باكبر شكل ممكن من كل لعيب، من امكانيات كل لعيب.
فالسنه دي لو حضرتك لاحظت اللعيبه كلها لعبت تقريبا كلهم اللعيبه لعبت كلها زي بعضها واللي لعب كان نجم وكلهم صحيح يعني ما شفتش حد لعب كان ما شاء الله يعني ما شاء الله حد لعب وحش بالظبط يعني حتى اللي جاي لنا الجديد اللي جاي لنا السنه دي عزب دخل في وسط المجموعه وتحس ان هو لا لعيب في النادي الاهلي طول عمره زمان. ولسه عنده كتير هيديه الحسيني محسن عصران حتى زياد اسامه لعيب ناشئ كان طلع لنا من الناشئين اللعيبه دي كلها رسلان انس اللعيبه دي كلها خلاص طبعت بطباع الفريق الاول طبعت بطباع الفريق الكبير في الدور التمهيدي من الدوري لو تلاحظ زياد اسامه خد فتره كبيره جدا صحيح. جدا كان يعني اللعيبه بالظبط حتى في البطوله العربيه حتى في السوبر لا اللعيبه كلها شاركت واللعيبه كلها خدت يعني كل اللعيبه خدت قدر كافي من اللعب الروتيشن ده حاجه كويسه للعيبه يعني ممكن في ممكن لعيب بالنسبه له زي ما حضرتك قلت ماتش الزمالك ده ماتش بطوله لوحده فممكن يلعب كل الماتشات بس هو جواه طمع ان هو يلعب ماتش الزمالك يلعب ماتش البطوله فتلاقيه خارج ممكن لو ما لعبش ماتش البطوله يبقى زعلان لكن هو في الاخر خالص لو حضرتك بصيت على السكاوتنج بتاع اللعيبه هتلاقي اللعيبه كلها لعبه واخده قد بعض واخدين زي بعض وهو ده اللي احنا عايزينه ان انت يبقى في قاعده تكمل اجيال بتسلم اجيال هو ده المطلوب في الفتره اللي فاتت او هو ده اللي احنا ماشيين بيه الفتره اللي فاتت كلها الله ينور عليك يا كابتن جمعه انتم ماشيين بفكر وفكر يحترم ربنا يوفقكم الحقيقه اجي لك بقى طبعا يا عبد الرحمن يمكن انا بحب اتفرج عليك وفي كره يعني بصراحه انا بستناها لما بتطلع تضرب وتحطها في النقطه الشارب جدا في العكس النقطه العكسيه من الملعب علمتها من مين دي والله يعني ده شرف ليا اول حاجه بتعملها لا طبعا لا يا حبيبي انت بجد شرف ليا طبعا بحب لعبك قوي ربنا يخليك والله يعني اتعلمتها يعني قاعد يعني بتفرج على اللعيبه بتاعت اوروبا يعني بس عايز اعوجه كتف كده يعني صعب. الحمد لله يعني ربنا يعني مسهل عليا مرونه شويه انت موهوب وكابتن ميدو لما كان معانا قال لي انت لعيب موهوب هو قال كده طيب انا عايز اسال شعورك انت بقى انت بتلعب مع فرقه كلها نجوم انت لعيب لسه سنك صغير ومع ذلك ليك وجود في المجموعه وليك دور ده 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 بيخليك تحس بايه هو طبعا على عكس مواسم اللي قبل كده انا كنت لسه لعيب متصاعد من الناشئين يعني وكان دوري برضو اللي هو ايه العب الادوار التمهيديه لحد ما يعني اثبت وجودي وبتاع بس السنه دي يعني الحمد لله دوري كبر شويه عن السنين اللي فاتت وكابتن ميدو طبعا عارف يوظفني كويس في حتى ماتشات الزمالك ماتشات النهائيات عامه حتى غير الزمالك يعني ماتشات اللي على بطوله ببقى نازل معرفني دوري كويس ان انا هنزل انا ببقى عارف كابتن جمعه كابتن تاجر بيتكلموا معايا انا هنزل في الوقت الفلاني يعني قبل الماتش بيبقوا محضرين معايا كده يعني كده طبعا في اوقات مهمه يعني انا بشفق عليك تنزل في اوقات ثقه كبيره جدا من الجهاز الفني فيك عشان تنزل في الوقت ده ده مش صدفه بيبقوا قاعدين معاك وبيفهموك ان انت هتنزل في الوقت ده بيحضروك كده كلنا عارفين قبل ما ننزل ان انا مثلا هنزل مكان سعيد مثلا في اللفه الفلانيه بكل ده بيبقى عارفينه من قبل الملعب وده بيسهل عليا ان انا والله طبعا في اول كذا مره كده الموضوع بيبقى ايه الرهبه وبتاع بس لا خلاص يعني كذا حصلت في كل ماتشات الزمالك تقريبا في كل النهايات اللي فاتت يعني خلاص تعودت على الموضوع بيبقى ليك دور في المكسب يعني الحمد لله او باستقبالك الغريب يعني الله اكبر يعني احنا بنبقى متوقعين منك الضرب انما لما يبقى مساهمتك مع الفرقه كمان في الاستقبال والارسالات دي بتبقى حاجه برضو خبرات بتكتسب الحمد لله طبعا يعني واتمنى اساعد الفرقه اكتر واكتر يعني كمان ان شاء الله نكسب كل البطولات اللي جايه يعني ان شاء الله طيب قول لي ايه يعني اكيد كابتن ميدو لما بيقعد معاك يعني والجهاز الفني كابتن جمعه كابتن تامر تايجر بيقعدوا معاك اكيد بيبقى فيه بعض النصايح في توجهات انت ما شاء الله لعيب موهوب وكل اجمع على كده لعيب موهوب فعلا بس اكيد في بعض التوجهات في بعض النصايح اللي بيدوها لك والنصايح دي لما بتاخد بيها بتظهر بشكل كويس ايه ابرز النصايح دي انا عايز الكواليس دي والله برضو زي اي لعيب صاعد يعني انا عايز اشارك اكتر وعايز العب طبعاً. اكتر ونفسي يعني عندك حماسه وغيره اللي هي دور لو في المكسب لو ما جالكش الاحساس ده ما فيش تعرف يبقى في حاجه غلط في حاجه غلط بس في ماتشات كتير يعني ببقى خارج اللي هو مثلا متضايق ان انا ما شاركتش بدور اكبر يعني نفسي العب طبعا فكابتن ميدو وكابتن جمعه وكابتن تايجر كابتن تامر تايجر بيقعدوا معايا لو ما تستعجلش هيجي لك وقتك هتلعب قدام انت اللي هتشيل الفرقه قدام اتعلم دلوقتي من اللعيبه اللي موجوده معاك حاول تطلع باكبر فايده يعني اللي هي النصائح اللي هو يعني كلنا عارفين طب هقول لك على حاجه تصدق ان انت حتى في مشاركتك القليله وانت اكيد حاسس بكده بالرغم ممكن تشارك دقيقتين ثلاثه عامله بصمه كبيره جدا مع جمهور الاهلي
الحمد لله بصراحه، هو ده المهم في الموضوع ان الجمهور ازاي؟ الاهلي معلش يحبني انت ممكن تلعب الماتش كله، انت ممكن تلعب الماتش كله، انا اسف، وما تعلمش مع الناس كده. ايوه فاهم. والدور ده بامانه اللي حطك في البرواز ده، وبامانه توجه لهم الشكر، الجهاز الفني. ايوه طبعا. بقياده الكابتن ميدو. لا طبعا، نزولي في اوقات صعبه في ماتشات الزمالك ونهائيات نهائي افريقيا ونهائي البطوله العربيه، الموضوع يعني وتبقى ليك بصمه وتفرق وتكسب. انت ممكن تلعب 5 اشواط من 5 اشواط ما تطلعش الملعب، بس مش هتاخد السوكسيه ولا هتاخد الـ لا لا، برافو يعني، هم فعلا نجحوا، الجهاز الفني يطلعوا احسن اللي عندك. طيب احنا كسبنا الحمد لله السوبر المصري وكسبنا بطوله عربيه، شايف البطوله العربيه كانت ازاي؟ مشاركتك انت برضه عملت ماتشات كويسه، شايف مشاركتك في البطوله العربيه اكتسبت خبرات فيها، ايه اللي استفدته من مشاركه زي البطوله العربيه ليك وانت اساسي بقى خلاص مش مصعد؟ والله البطولة العربية بتبقى دايما فرصة كويسة ان احنا نقابل فرق مستواها ممكن تكون اعلى من فرق الدوري المصري، عشان بيبقوا معتمدين على اجانب ومعتمدين على محترفين. في فرق كتير كانت جايبة محترفين كويسين قوي، فرقة الوكرة لما لعبناها كانت تقريبا سبعة اجانب، مفيش ولا واحد قطري في الملعب، وده طبعا بيخلي مستواهم اعلى طبعا بكتير يعني. طبعا ماتشات زي دي بتعلي المستوى طبيعي، يعني الاحتكاك بمستوى اعلى بيعلي مستوى الفرقه يعني، واحنا كفرقه بصراحه انا بنحب الماتشات دي قوي، بنحب تقلق منها؟ لا لا، ما اعتقدش ان في حد بيقلق خالص يعني، احنا لما بنعرف ان في فرقه كويسه بنبقى عايزينها في مجموعتنا، عايزينها معانا في الفرق، عايزين نلعبها في النهائي، عايزين يعني احنا مثلا يعني كان كلام بيني وبين عزب كده، اللي هو قعدت اللي هو يقول له لا انا عايز العب فرقه الوكره في النهائي، مش عايز العب مثلا فرقه البحرين، عايز ماتش جامد، عايز ماتش جامد، عايزين يبقى في منافسه اعلى ثقة يعني. ثقه ان انتوا ان شاء الله هتكسبوا، واهلا باي فرقه جامده، احنا مش هنمنع حاجه. طيب انت السنه دي اتطورت جامد ما شاء الله، اتطورت في الاستقبال بشكل مرعب. يعني انت كنت كويس، الاستقبال عندك كويس، بس السنه دي في الاستقبال اتطورت بشكل مرعب. ارتقائك الوثب بتاعك انا بعيني المجرده اتطورت، يعني انا ما عنديش قياسات يا كابتن جمعه، ولكن انا بعيني المجرده كده، لا انت النهارده السنه دي عبد الرحمن عندك ارتقاءات اعلى، او يمكن التكنيك اتغير فبان الكلام. أيوة. ده اللي انا بقوله ده صح؟ هو طبعا صح، عشان يعني السنين اللي فاتت زي ما قلت لحضرتك انا كنت صاعد، مش مطلوب مني حاجه مميزه زياده عن اللزوم يعني، بس دلوقتي مثلا ثقه كابتن ميدو فيها في الاستقبال خلتني وانا في التمرين لا انا تركز. لازم اركز في النقطه دي وفي الاوقات دي، عشان انا لما انزل في الماتش لازم يبقى استقبالي كذا، عشان برافو. افضل محافظ على الثقه بتاعه المدرب في الموضوع ده. بدات تشوف هو الكوتش طالب منك ايه، بدات اركز فيه اكتر، وتركز ايه في التمرين بالظبط يعني، الاختلاف منتال بالظبط يعني، هنا الاختلاف بقى هنا. هو يعني ممكن تكون الماتشات هي بس هي فكره اهميتي في المباراه بقت مطلوب مني ايه، مطلوب مني ايه بالظبط، عشان اعرف يعني بتمرن عليه عشان اعرف انفذه في الماتش يعني. طيب كل كره هتعملها كده والماتش مذاع ومتشاف، اعرف ان انا هسقف لك. خليك فاكر دي الكره اللي احنا اتفقنا عليها خلاص، وانت في الملعب اعملها، اشاور لك في الكاميرا، اشاور لي في الكاميرا اهي، اعمل لي كده ولا هعرف ان دي العظيم. يا كابتن هاني بصراحه الحسيني يعني الحسيني دلوقتي ما تقدرش تقول عليه ان هو لعيب صغير خالص. الحسيني ما شاء الله عليه، السنه اللي فاتت عامل نهائي بطوله افريقيا واحنا في تونس، كان ما شاء الله مكسبنا، ما شاء الله ليه دور اساسي جدا جدا في المكسب مع اللعيبه الكبار صلاح وعبد الله واللعيبه كلها وحليم وعادل والفرقه، انا مش عايز انسى حد من الفرقه، بس الحسيني كان ليه دور كبير جدا السنه اللي فاتت في افريقيا. السنه دي لو حضرتك تلاحظ ان هو بدا نهائي البطوله العربيه، ودي ثقه من ميدو، من كابتن ميدو، من الجهاز الفني فيه، ان هو لا خلاص الحسيني مش لعيب صغير، الحسيني لعيب مهم في الفرقه. صحيح. وانا قلت له اللي بروزك بالشكل ده والله العظيم، وانا عارف انا كنت لعيب وعارف الجهاز الفني، ممكن انا ابقى لعيب وما تبروزش البرواز ده، ممكن العب وقت طويل وما تبروزش، وممكن العب وقت مهم في المباراه واتبروز زي نهائي افريقيا، نهائي بطوله عربيه، ثقه كبيره وهو عنده ثبات انفعالي. طب كابتن، كل لعيب بيبقى ناقصه حاجه، انا شايف تطور عبد الرحمن السنه دي تطور كبير جدا في الاستقبال، من وجهه نظري انا كراجل بحب الفرقه وشايف الارسالات، الثبات الانفعالي، هل انتوا بتشتغلوا على ده ولا ده بيجي نتيجه توظيف اللعيب لنفسه في الملعب؟ والله في حاجات زي ما حضرتك بتقول اللعيب بتبقى خارجه من اللعيب يعني، احنا السنه دي مثلا عادل ارساله اتغير، عادل خمس. كان بيلعب ارسال فلوتر عادي، دلوقتي بيلعب ارسال فيه شويه سبين،
احمد سعيد نفس الكلام. كلهم. الحسيني ما شاء الله دلوقتي من الناس اللي يعتمد عليها جامد جدا جدا في الملعب في كل المهارات. في الارسال في الاستقبال في كل حاجه. عزب حسام يوسف في البلوك. لا كل واحد عنده ميزه في الفرقه. يعني ما شاء الله حسام لما نزل لعب ماتش الزمالك لما عبد الله اتصاب ما شاء الله يعني الله أكبر. احنا بسم الله ما شاء الله الفرقه يعني الفروق الشخصيه بين الفرقه دلوقتي بدا يعني يبقى قليل جدا ما يبقاش ملحوظ واي حد بينزل بتلاقيه بيأدي دوره وبيكسب. طبعا في ناس ليها نجوم كبار في الفرقه الواحد ما يقدرش يغفل حقهم طبعاً. صلاح وعبد الله ما شاء الله عليهم دول تاريخ الصحه تاريخ حسام كمان. يوسف لعيب جامد جدا جدا في الفرقه. حسام فاجئنا في ماتش الزمالك طبعا. الراجل كان ممكن يقول لك انا قاعد وبتاع وينزل يبقى ليه مبرر يبقى وحش خالص ده عمل مباراه عمره طبعا. حليم نفس الكلام. حليم بسم الله ما شاء الله الفتره الاخيره كان طالع جدا جدا كان راجع من موضوع ركبته وكان طالع قدر الله ما شاء فعل سبحان الله. حتى واحنا بنتكلم انا وميدو وتامر بنقول سبحان الله يعني هو ربنا ليه حكمه كان طالع مستواه طالع جدا جدا ولعب ماتش الزمالك لو طلق الماتش اللي قبله كان ماتش سوبر بتاع الزمالك لعبه كويس جدا جدا والماتش اللي قبليه الماتش قبل ما حليم الماتش اللي اتصاب فيه حليم قبل ما يخرج من الملعب كان واخد تقريبا 5 بلوكات. لا كان يعني كان ماشي كويس جدا بس هو الموضوع نزل مكانه السعودي عبد الرحمن ما شاء الله عليه ومحسن. لا يعني بقول لحضرتك الفروق دلوقتي في الفرقة أي حد بينزل ما بتحسش بالفرق بينه وبين اللي خرج. الفرقة كلها دلوقتي الحمد لله اللعبة كلها نفس المستوى. يندر لما في الماتش النهائي رمضان نزل ما شاء الله ما حسيتش بفرق كبير جدا جدا بين يندر ورمضان. رمضان نزل عمل ماتش بالرغم ان هو برضو كان في نفس الحتة كان زعلان ان هو ما يلعبش لكن سبحان الله ميدو اداله الماتش واداله الماتش كله. الحسيني كان زعلان برضو قبلها ان هو كان نفسه ياخد كتير نزل لعب الماتش النهائي. هي دي اللي انا بكلم حضرتك فيها الغيرة بتاعت اللعيب ان هو ودي محمودة بالظبط الغيره دي محموده بالزبط. طالما جايه في مصلحه الفريق والتنافس الشديد بين اللعيبه يبقى المستوى كده. خلينا نروح لاحد اللاعبين اللي كنا بنتكلم عليهم دلوقتي احد اللعيبه الرجاله اللي محسن يعني الحقيقه وكلنا بنتمنى له الشفاء ونتمنى له يرجع وان شاء الله يرجع احسن من الاول وهو راجل يعني نحسبه على خير لانه دايما مؤمن مصاب. معانا عبد الحليم عبو سنتر بلوك الفريق ومنتخب مصر ويمكن احسن سنتر بلوك او من احسن سناتر بلوك في افريقيا. اهلا بيك عبد الحليم. كابتن هيثم ألف مليون سلام عليك يا حبيبي وربنا يشفيك وطمنا عليك أخبارك إيه؟ والله الحمد لله كابتن هيثم الله يخليك طبعا والحمد لله يعني كل خير يعني مش حاسس لو اتصبت بصراحة يعني بس يلا هو قدر كده يعني بيقولوا إن أنت اتصبت خلاص اتصبت الحمد لله خلاص الحمد لله الحمد لله. طيب الأول ألف مبروك يعني مكسب السوبر المصري وبطولة عربية دي حاجة جميلة جدا وأنت اللي كان دور ليك دور كبير ويمكن قبل الاصابه انت كنت ما شاء الله عامل فورمه جيده قدر الله ما شاء فعل خلاص احنا مؤمنين وعارفين ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيكتب الخير. الف مبروك. طمني بقى عليك انت بدات ايه في رحله العلاج؟ والله بس الاول كده طبعا سلام للرائد جمعه مش الكابتن جمعه طبعا الحسيني طبعا برضو مبروك على البطوله وانتم ناس يعني تستاهلوا كل خير. الحمد لله رحله العلاج انا طبعا الكابتن جمعه قبل ما اعمل العمليه قلت له كابتن جمعه انا مش عايز بكتفي كتفي مفيش حاجه بيحرك كتفه عادي خالص بيقول لي مش حاسس بحاجه عايز تلعب ها لا مفيش حاجه فعلا انا يعني انا لعبت الماتش وخلصت الشوط الثالث فقلت الدكتور سامح في شد في كتفي بسيط كده في فبص كده قال ان عضله الباي ساقطه فقال لي لا اقف كده ولازم تعمل اشعه عملت اشعه وطلع ان في قطع في عضله الباي. انت لعبت وهي مقطوعه؟ انا خلصت الشوط الاخير هو كان في شد فيها ومش حاسس بحاجه يعني وانا ما كنت مش حسيتش بالم ولا قلت اي ولا الكلام ده كله انا قلت له لا مش قادر في شد هنا هو بيبص لان العضله الباي سقطت شويه قال لي لا ده في مشكله. ايه ده الله اكبر عليك ده ايه ده يعني كملت المباراه وحاسس بشد صغير وانا في الشوط الثالث يا كابتن هيثم شدت يعني شد اللي هو شد عادي شد عادي في اي وقت دكتور سامح ظلام بيبص عليك لا العضله الباي سقطت لا في فراغ هنا فانا قلت ان الشوط ده قلت له الكابتن يا دكتور سامح انا مش هقدر اكمل الشوط الرابع لان ايه في شد فانا ممكن ايه اقصر فمش هكمل بص عضله الباي كده قال لي لا ستوب. الله اكبر عليك يا عبو الرجوله يعني ده مش غريب عليك. طب هو ايدك اليمين ولا ايدك يعني ايدك اليمين يعني ايدك اليمين عضله الباي مش مشكله اليمين جاي لك في اليمين صح؟ في اليمين. طب انت عملت العمليه يا عبو الحمد لله
عملت عملية يا ريتني ما عملتها. ليه بس؟ شفت ألم كده. ما هو لازم يا حبيبي ألم، مش هينفع تلعب من غير عضلة مقطوعة يا عبو حبيبي، دي عضلة مقطوعة مش ده الوتر. ده وتر كمان، الوتر يعني عضلة. دي لازم. أنا قلت للدكتور يا دكتور أنا كويس مفيش حاجة، أنا هطلع بعد ما أعمل عملية كويس، الله هتطلع كويس. فدخلت العملية لقيت أوجاع كده وشوية ألم. قلت له ينفع كده يعني تطلع لي بوجع؟ لا ألعب وهي مقطوعة أحسن. لا ما ينفعش يا عبو، أنت طبعًا لعيب راجل وعايز تلعب، بس طبعا سلامتك دي اهم، وخلي بالك العلاج الطبيعي ان شاء الله. يعني هم قالوا لك علاج طبيعي قد ايه دكتور سامح ظلام قال لك؟ لا هو الدكتور بس قال لي فيها هتطول شويه كده عشان احنا مثبتين الوتر شويه، هيجيب فتره بتاع شهرين كده تثبيت، او قال لي يعني 6 اسابيع عشان يلقم، وبعد كده هنبدا نعمل تحركات نجيب الرينج بتاع الكتف كامل، وبعد كده نخش تقويات، ويعني حتى يعني قال لي ممكن تطول معانا شويه حلوين يعني. قلت له مش مشكله. لا ان شاء الله يعني بيتعود على كده. بص انت راجل مؤمن، وشوف يعني كلنا لينا حسابات وربنا سبحانه وتعالى ليه حسابات. يعني ممكن الدكاتره بتقول لك على الفيل سيف او الحاجه الامان بتوقيتات معينه، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ليه تدابير ثانيه تلتئم بسرعه وتنزل بسرعه. انت راجل مؤمن وعارف يا عبو، ما انا مش هقول لك. ما انا لحد وقتنا هذا انا لسه لغايه دلوقتي مش مصدق ان انا يعني عندي اصابه في كتفي، لان كانت مشاكلي كلها في ركبتي، فانا كنت مركز قوي على ركبتي. انا عرفت الام الركبه طبعا، والتاهيل بتاعها بيبقى صعب شويه. طب ما انت ممكن تاخد الفتره، ممكن تاخد، استنى بس، ممكن تاخد الفتره دي ان انت تعد ركبتك كمان كويس. ما ان شاء الله باذن الله، بس اعدي الثلاث اسابيع دوت على خير، وهبدا باذن الله فتره اعداد كويسه كده مع نفسي كده، فوق وتحت وكتف وكل حاجه. يعني ان شاء الله باذن الله يعني حاطط برنامج كويس ليا، في ظل ان انا كمان يعني ان الواحد خلاص بقى 34 سنه، بقى 33 دخل 34. لسه صغير يا كابتن. لا معلش لسه صغير، ما تقعدش تقول لي 34. الله اكبر عبد الله وصلاح اهو. انا ما هو كل واحد فوق يعني، واحد صحي واحد حبيبي كده كان عبد اللطيف عثمان كان سنتر بلوك معانا، كان لي معلومه كده، انا في ناس باخد منها معلومات بحطها في دماغي مش بنساها. ايه بقى؟ قال لي كل مثلا ما تكبر مثلا يعني انت 33 سنه، طول ما انت مثلا هتبقى 34 سنه السنه الجايه لازم تزود التوقيت بتاعتك اكتر. صح. ولازم تزود تاخد بالك من الجيم اكتر والريكفري اكتر عشان تديك اكتر في الملعب. صح كلامه 100% عثمان صح. هي دي حاجات دي انا يعني خد بقى خد الثلاث اربع شهور، خد الثلاث اربع شهور اللي جايين دول فرصه، وقوي نفسك وهترجع وحش يا عيب، وانا بقول لك ان شاء الله. لا باذن الله هترجع وحش وحش، وهفكرك وزي الحسين كده بشاور لي في الكاميرا ماشي. لا لا الحسين يعني شخصيه محترمه ونضيفه قوي بصراحه، وكابتن جمعه ده حبيبي يعني، وان شاء الله كده ربنا يوفقهم في اللي جاي. كنت نفسي اكون معاهم يعني، بس يلا بس ان شاء الله اكون موجود معاهم في النهايه دي. انت معاهم وخدت نصيب الاسد النهارده، الكل بيدعي لك، وان شاء الله تخف وترجع بالسلامه يا عبد الحليم. الله يخليك كابتن هيثم. عبد الحليم عبو نجم الفريق ومنتخب مصر وسنتر بلوك النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن الروح الحلوه دي يا حسين، كبار مع صغيرين كله مضروب في خلاط كده. يعني انتوا لو دخلتوا علينا ما اعرفش، انا طبعا عارف، بس اللي ما يعرفكوش ما يعرفش مين كبير منين صغير. ما دي حقيقه فعلا، يعني الروح حلوه. ما دي حقيقه فعلا. احنا اصلا عشان على طول معسكرات مع بعض، على طول في الفندق مع بعض، على طول مسافرين مع بعض، فهو خلاص يعني كلنا اخوات. يعني اللي بيقع في المشكله دايما على طول كلنا معاه. يعني هذه الروح حلوه بصراحه، حتى بين اللعيبه وبين الجهاز. صحيح انا مش حاسس ان الجهاز جهاز، لا ده انتوا كلكم صحاب، في احترام وفي يعني. طبعا بس في ود وفي حب وفي ثقه ان انتوا واثقين مثلا في الجهاز الفني بشكل كبير، يعني دي حاجه كويسه. طيب عبد الله عبد السلام واحمد صلاح الاساطير الكبار، لما بييجوا يوجهوا لك نصيحه في الملعب او بيقولوا لك حاجه، او كابتن عبد الله مثلا يقول لك انا هرفع لك دي، هل بيبقى في اتفاق ولا دي بتيجي وليده اللحظه؟ لا هو عبد الله طبعا وحسام الاثنين دايما من كتر التمرين معاهم خلاص انا عرفت هو امتى هيديني وامتى لا هيدي مثلا لعيب تاني. يعني حفظت توزيع لعبهم يعني برضو. بس في اوقات كده بتلاقيه ايه بص لك قبل ما الكره، قبل ما الارسال يتلعب مثلا. صحيح بيبقى اللي هو خلي بالك هتضرب دلوقتي بعينك بعينه كده يبص لك، اللي هو مثلا سواء يكون خلفي او امامي اللي هو بيبص لي، اللي هو فانت تفهم بفهم ان اللعبه جايه عليك، الكره اللي جايه دي معايا مثلا، يقولوا لي انت معاك البصير الناحيه الثانيه ارفع لك الكره دي لازم تخلصها. يعني في ديالوج بيحصل بينكم بالعينين، ما هو طبعا يعني الفرق ممكن تقرا الكلام اللي بيحصل. صلاح بقى ايه يعني، هو موصيني بصراحه اتكلم عليه النهارده. بس هو صلاح يعني من اكتر الناس اللي ساعدتني برده في اول ما طلعت الدرجه الاولى. جميل. بس يعني وصيه بقى ايه، يخف ايده عليا شويه. حبيبي ربنا يكرمكم. كابتن انا عايز كلمه سريعه في 30 ثانيه كده، كلمه لجمهور النادي الاهلي. والله احب اشكرهم جدا على وقفتهم معانا، والله احنا في النهايه اتبسطنا جدا بوجودهم،
وماتش النهائي عمره ما كان هيوصل بالحلاوه دي لولا وجودهم. يعني احنا اتبسطنا كلنا جدا واتبسطنا بتشجيعهم، واتمنى يخشوا في دوري وكاس وافريقيا ويبقوا ورانا، يجوا ورانا تونس والله اتمنى. ان شاء الله يجوا الجمهور الاهلي في كل حته ما تقلقش. كابتن جمعه، كلمه لجمهور النادي الاهلي قبل ما نختم حلقتنا. والله طبعا جمهور النادي الاهلي زي ما قال الحسيني هو اللاعب رقم واحد عندنا في الفرقه، دايما ورانا، دايما بيشجعنا سواء في الملعب او على السوشيال ميديا. الناس دي احنا كنا بنحاول ان هم يكونوا موجودين معنا في الماتش النهائي، بنحاول نوفر لهم طبعا كابتن خالد ابو زينه وكابتن خالد العوضي حاولوا يوفروا لهم الدعوات، ومع كابتن حسن عابد وكابتن ياسر قمر رئيس الاتحاد حاولوا ان هم يساعدونا ان هم يدخلوا الناس. بنشكرهم جدا جدا. بحب اشكر طبعا النشاط الرياضي بقياده الكابتن خالد العوضي. الناس دي وقفت معانا وكانوا معانا موجودين معانا في الفندق على طول، متواجدين معانا بيحاولوا يحلوا كل مشاكل الناس. بحب اشكر اللعيبه الرجاله، المنظومه زي ما حضرتك قلت منظومه متكامله. الناس دي كلها بتحب النادي الاهلي فعلا، من اول اصغر لعيب في الفرقه لحد الكابتن طبعا محمود الخطيب اللي شرفنا في النهائي هو وسياده الوزير عمرو فاروق ومجلس الاداره. بنشكرهم كل الشكر، هم في ظهرنا دايما. حضرتك قلت كلمه ان الكابتن الخطيب دايما في ظهرنا في الشده اكتر من الرخاء. صحيح. بنشكرهم جدا، تستاهلوا الدعم ونجوم، وربنا يوفقكم مجتهدين. كابتن محمود جمعه المدرب العام، الف مليون مبروك، نورتنا وشرفتنا. الله يبارك فيك كابتن هيثم، ودايما معاك كده ومتفائلين بوشك معانا على طول ان شاء الله. دايما مكسب يا رب، دايما مكسب. عبد الرحمن الحسيني طبعا نجمنا الكبير بقى، خلاص ما بقاش فيه صغير. الف مبروك، نورتنا وشرفتنا عبد الرحمن. الله يبارك حضرتك يا كابتن هيثم، اتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا النهارده مع الماسترز. اظن انتوا عرفتوا ليه الفرقه دي بتكسب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، وعارفين وليه الفرقه بالشكل ده، عشان اللي حضراتكم سمعتوه النهارده وشفتوه لمستوه من النجوم اللي موجودين معنا في الاستوديو. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده والافضل.